ودي ما راح نقولها لانه احنا شارحينهم اياها. راح نجي اقطع الكلام، راح نجي نبدي نشرح شلون حترسم وتنقل الرسم مالتك من 2D ل 3D. اكيد راح تكون هنا عندنا جريد وورك. هنا زين، شلون ترسم الجريد وورك؟ اللي يروح يشرح الشيء للدكتور. لا هسه حنجي خلي بس الدكتور يحكي. هذا اللاين بايسكتنج تمام، اللي رسمناه على الكاس كليتنا تمام. قلنا انه الجريد وورك البوكل بوردر لاين هو جاست بوكل تو ذا لاين بايسكتنج ذا ريدج بهالشكل هذا. اوكي العرض مالته 3 ارباع. قصدك طوله دكتور؟ طوله 3 ارباع المسافه، اذا ما توصل للنهايه تمام. تمام اوكي. بوكالي هو 2 ملم لينجوال تو ذا لينجوال سايد اوف ذا ابارتمنت، اذا هذا حدوده لينجوالي. نعم رسمه الجريد وورك وانتهينا من عندها. هاي الجريد وورك عامه لكل فري اند اكستنشن. اوكي ترسمها بهالطريقه هاي. زين من تجي ترسم البروكسيمال بليت، بروكسيمال بليت رسمناها على شكل ثيك لاين. نعم. احنا راح تجي هنا شو تسوي؟ الكونتاكت اريا كليتها تتلون على شكل مربع لو كان بريمولر. نعم. اوكي احمد شلون بتخلص؟ والله دكتور كمل وتعال. اقول لك عوفنا خليني اشرح وتعال فود شويه طفي الانجن مالتك. اوكي اذا البروكسيمال بليت ترسم بهالشكل هذا ويا كل سن، اي سن عندك بالبروكسيمال بليت تلون لي كل الصفحه مالته بهالشكل هذا. اذا هاي هي البروكسيمال بليت كونتاكت اريا مال كل السن يتلون. زين راح نجي نرسم الاي بار او خلينا نرسم الريست بالبدايه. الريست احنا اتفقنا انه يكون مثلث على الميزيال سايد مال التوث. انت شو تسوي بال 3 دي اسهل لك؟ ليش انت مو عندك هاي الميزيال فوسه؟ ها كلها تظللها باعتبار هاي بيها ريست، هي راح ترسم مثلثه اوريدي. اذا هاي المنطقه كلها تلون، وضحت الفكره؟ تمام هذا الرسم الريست تمام. زين عندنا الاي بار، الاي بار اتفقنا انه هو يجي لو كان هذا السن مقسم بالنص، هذا الميزيال سايد وهذا الديستال سايد. انت تبدي من الميزيال سايد مالته تنزل خط عمودي ويا اللونج اكسس اوف ذا توث بهالشكل هذا. هذا نزل اول خط مال الاي بار تمام. زين من هنا راح تطلع على بعد سن تخيلي، خلينا نقول هو هذا المسافه مال السن التخيلي. اذا حيصدر من هنا الاي بار بهالشكل هذا، وتلاقي الخطين مو بزاويه حاده، بشكل راوند بهالشكل هذا. اوكي هذا شكل الاي بار ويا اللونج اكسس اوف ذا توث. بس شنو؟ لا حد يخلي الاي بار بنص السن، ما راح يلزم زين. تخليه بالميزيال سايد بهالشكل هذا. رسمت الاي بار. اذا هاي المكونات مال السبورت والدايركت ريتينر. زين الاندايركت ريتينر اتفقنا بما انه هاي كلاس 1 فحيكون ميزيال ريست على الفور. هذا هو الميزيال ريست على الفور. هذا الاندايركت ريتينر مالته ترسمه بنفس الطريقه. اوكي هالشكل هذا. زين راح نجي للصفحه اللخ، نفس الشيء همينا بوكالي هي جاست بوكال تو ذا لاين بايسكتنج ذا ريدج. الطول مالتها مو نهايه الاسبان. هنا راح تكون عرضها 2 ملم. اذا هاي رسمت الجريد وورك، وهاي الجريد وورك عامه لكل الفري اند اكستنشن. البروكسيمال بليت تظل الكل الكونتاكت اريا مال التوث بهالشكل هذا، صارت بروكسيمال بليت. اوكي بس دكتور منها شو يعني؟ هاي تظل البروكسيمال بليت. زين الريست راح يكون عندك كل الميزيال فوسه بهالشكل هذا، والاندايركت ريتينر هو كل الميزيال فوسه بهالشكل هذا. تمام انتهينا من شغله الريستات. نجي الاي بار، ما راح ارسم الخط اللي يقسم لك السن مباشره، راح ارسم الاي بار شويه ميزيالي وانزل هذا الخط عدل. انتبه دائما تنزل الخط عدل